دايما مع شيف طارق المطبخ الايطالي، وخصوصا كل محبي السباجيتي بيكون حاضر بقوه. رح ننتقل لعنده فورا حتى نتابع اليوم فقراتنا بعالم الصباح. مرحبا مرحبا مرحبا، تشاو 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 كمان مره تانية. هلا اذا بتشوفوا شوي عجقت، اوكي، نحن صرنا بالمرحله ما قبل الاخيره من تقديم الاطباق. اللي هلا سباجيتي او اللينجويني رح اعملها، ما اخذت سباجيتي. هون صوص البولونيز صارت جاهزه، صارت جاهزه لونا مذاقا وشو كمان ورائحه. اوكي، ليك فيها مشروم بتجنن، واللحمه مثل ما قلت لكم ما قليتها كثير، طلعت مسلوقه اكثر. اول شيء بتطلع انعم واطرى واطيب، بنفس الوقت بيكون اختلطت وتعرفت على كل شيء في طعمات زفناها بهالطبق هيدا. اللي عم بعمل هون للطبق الثاني رح نمرق، سخنت، رح سخن المقلي شوي لحتى تصير عم بتدخن تقريبا، يعني سخني سخني، لانه ما رح نستعمل الطحين اليوم، انه عادي ما حتى ما تلزق بتحطوا شويه زيت زيتون وطحين على صدر الدجاج او السمك او البيف او اليوم ما رح استعمل هيدا الشغله، انا رح نستعمل بس حراره المقلي مع بقيه الخضار اللي بدنا نضيفها لها، ونرجع نحطها بالفرن ونمرق لشغلات غيرها. طيب اللي عندي هون هون بندوره مقطعه صغير، شفتوها؟ عندنا زيتون مقطع، وعندنا كابر، وعندنا الاوريجانو، الفريش اوريجانو اللي هو هلا موسمه بالبريه عم يطلع منه، بسموه صليقه. اوكي، فهيدي من الاضافات اللي بدي احطها مع الدجاج. هونيك ما تطلعوا كثير لانه في هونيك طبقين، هونيك رح نضلوا سوربريز لنا. طيب لنشوف اذا كانه هلا هيدي مثل ما شفتوا الدجاج صدوره صغيره، ما جبت صدوره كثير كبيره. اوكي، بس نحط صدر الدجاج بنحطه دائما من الميله السميكه، وهيدي تهدي مقله تيفال صراحه ما راح تلزق معنا كثير. راح نحط صدورة الدجاج وهي طبعا منقوعة بالزيت، ف النقعة بزيت الزيتون كمان بتطري صدر الدجاج، نحن ما بدنا نخليه سوري كثير يطلع ناشف، فالنقعة كثير مهمة للحومات للسمك لحتى ياخذوا طعمة. اوكي، ما بدنا نحطها ناشفة مثل ما هي وبعدين بنقول يلا يا رب تعيننا، لا، بدكم الواحد بده يعمل وجباته مع الأكلة، ودائما الأكلة لازم الواحد يحترم اللي عم بيعمله صراحة لحتى يطلع معه شيء طيب، بس الواحد بيشتغل بشوية شغف أو بالتليان بيسموها باسيوني، هيدي هي اللي بتعطيكم، هي اللي بتعطيكم الطعمة. راح أعمل شوية جوانح بصل، والبصل مثل ما قلت عم استعمل البصل الهندي شوي ناعمة، هلا بقول لكم شو راح أعمل فيها. نحطها على جنب، وهلا بدنا نشوف إذا كانه هي مهم إنه بس يكون في عنا الصدر، أول الصدر اللي حطيناه بنشوفه وين، مهم إنه يكون في عنده شقر، بلش صار في له لون، وما بنخلي بنرجع بنخلي الدجاج محل ما شلنا صدر الدجاج بنرجع بنراجعه، ما بنوزعه بالمقلي لانه بيكون في طبعا المقلي هي بيكون فيها حرارات معينه، بدنا نخلي الكوكينج او بدنا نخلي هالطبخ يضلوا على نفس المستوى، وما بدنا نعمل شوك للدجاجه لانه يمكن تقسى، ما بعرف بس يمكن تقسى. اوكي، هلا هون بس اول صدر شقر شوي مش الحال معه، رح نجيب هالبصل اللي حطيناه او اللي قطعناه وبنوزعه بالمقلي. اوكي، وبدنا نخلي بس ياخذ شويه طعمه او يعمل شويه كراميليزاسيون، يعني حتى كمان شوي البصل يشقر شوي لحتى
يعمل ريليفينج لطعمته لحتى يعمل ريفيلينج لطعمته مش ريليفينج. وهلا مثل ما شايفين بعتقد اذا الميل الثاني شقرت اوكي مثل ما شايفينها راح نحط الزيتون حوالي كبايه الزيتون. مثل ما لاحظتوا انا ما استعملت ملح، الملح راح نخليه للزيتون لهو يعطي الملح. هلا بدنا نحط الكاب او ظهر القبار او القبار اللي هو هي زهرة من نبتة قبل ما تفتح بيقطفوها اوكي. ما في عندنا هلا نحن لا حامض ولا شيء، اللي رح نعمله من بعد ما زدنا كل هالشغل هيدا سوري بدي احط لهم البندورة بعد. اذا بتلاحظوا حطينا البندورة وهلا اخر شيء اللي عندنا ايه ورق الاوريجانو. يا ريت هالكاميرا عندها منخار، يا ريت بتصيروا تعرفوا شو عم بحكي عن جد لانه كثير الريحه طيبه ما هيك. طيب اللي عندي هون بطنجره ستوك هو تشيكن بويون او مكعبات بويون، راح كفي سلق الدجاج او راح كفي طبخ الدجاج بطريقه ثانيه اللي هي ليكويد او البوتشينج. يعني نحن اول وحده اول طريقه كانت الدجاجه حطيناها على نار قويه، استعملنا بس المقلي السخنه والدجاج لحتى يشقر، هذه بسموها دراي كوكينج ميثود. دراي يعني ما في اي ما في اي شيء غير هالدجاجه والمقلي اللي هي عملنا فيهم الكويزين. طيب بدنا نخليها تغلي شوي بعد ثانك يو، رح نمرق لشيء غيره هلا. بس مثل ما قلت لكم خي بدنا نطول بالنا عليهم لانه ما بحب اعجل كثير بالطبخ. مانا بمطاعم عم نجرب نعلمكم الطبخ المضبوط، اذا كنت بمطعم فيني اطلعها بنص تكه هيدي صراحه، ليش؟ لانه بكون كله مهيأ، بس دائما طبخ البيت. وانا بحيي كل ست بيت بتطبخ ببيتها وبيطلع اكله طيب او مش طيب، انه عم تطبخ على اللي عم بتجرب، بس هيدا بده ياخذ وقته، يعني ما فينا نيجي نقول يلا يلا يلا، اوكي؟ الصوص طومات هلا قبل ما نضيفهم رح نشيل شوي من الصوص طومات اللي بقيت عنا لحتى نعطيها شوية، بيقولوا بالانجليزي بادي او كيك، او تعطيها شوية طعم زيادة. حطينا فيها صوص طومات رح نحركها شوي صغيرة اوكي، نعمل لها محل. هلا رح نعمله رح ناخذ هالدجاج اللي عملناه نحن وهيدي بدنا اياها تكون شوي كمان عم تغلي لحتى نعمل فيها شغله ثانيه. هلا اللي رح اجيبه شقف السانيتا، لا مش سانيتا، والالومنيوم فويل مش هي زيتها، يمكن ما تكون زيتها هيدي. وبدنا نغطيها مظبوط مظبوط، ونخلي الحفاف يكونوا عن جد مضبوطين لحتى ما يطلع منها اي بخار او اي شيء من قلبها، هيك بتصير كل الطعمات بتبقى بقلب هالكاسرول هيدي. وبنحطها بالفرن لحتى تعطينا طعمها شوي سخنه. رح نحطها بالفرن هلا، حرارة الفرن حوالي 200 مظبوط 200-215 تقريبا. هلا بدنا نخليها 2 بالدفى مظبوط لحتى تعقد الطبخة مظبوط معنا. بهالوقت هيدا بما انه في عندنا الستوك اللي عملناه بلش شغله، رح اخذ شوية كوسة اللي هن مقطعين كتير رفاع، نقي وحده اوكي حطها بدون ما اشوف، خلطني هون هيدي هي. ما كان لهم كوسه. طيب اوكي مين الاماي دي؟
هلا هون اللي عم بعمله، عم بعمل شويه بوشاج للكوسا، يعني بوشي يعني بدنا نجرب نسلقه شيء بسيط او نعمله مثل ما بيقولوا بلانشينج لحتى يحن. اوكي، هيدا ستوك مثل ما قلت لكم في بصله احيي هون رح اشيلها، وحطيت ورق الزعتر من هيدا كمان بتعطي طعمه، بس انتبهوا ما تكونوا عم تشتغلوا بالروزماري وتحطوا زعتر، يعني اذا اللي عم تشتغلوا بالزعتر خليكم على الزعتر، عم تشتغلوا روزماري حطوا له روزماري، عم تشتغلوا بيزل خلوه على البيزل. هلا هيدي صارت جاهزه. اوكي، وهي بيسمون بالفرنساوي بلانشير، بلانشير يعني بدنا نخليهم يرجعوا لونهم او منبيضهم. هلا مش رح يكونوا مبيضين كثير لانه فيها الاخضر، الاخضر بس بيصير اخضر فائع اللون. اوكي، طيب رح نغطي الطنجره، بنطفي النار الا اذا كان عتزناها بعدين. اللي رح اعمله هلا هون، رح اخذ الكوسه. هلا هيدا طبق ثاني عم نعمله، رح ناخذ الكوسه ونصفها بهالطريقه هيدي، وهي فيها مي معلش لانه بده كمان يرجع ينحط بالفرن. اليوم كثير حابب اشتغل بالفرن انا، وهيدي بتشوفوا الاطباق، يعني في عنده الواحد مثلا مرات بيحتار شو بده ياكل، ما بدي ياكل باستا نفس النهار، وما بدي كذا وما بدي كذا. اذا عندكم الصوص بولونياز فيكم تاكلوا، فيكم تعملوه بطرق غير الطرق اللي موجوده. كلها حاطين كوسه يعني اللي هي بورسيون لشخص واحد. رح اعمل هون، بتتذكروا البطاطا اللي حطيناها؟ خليني احطها بهالشكل هيدا. اوكي، رح احط لي شوي بعد شيء بسيط. هلا من بعد ما نحطها هيدي، بدنا نعبيها بشويه صوص طومات اللي عنا اياها، وبدنا نروح على بريك صغير من بعد ما نحطها بالفرن، بتشوفوا شو رح يطلع معنا، رح يطلع معنا شيء بيعقد، شيء كثير طيب. رح احط شوية موتزاريلا، مثل ما قلت لكم أول حلقة إنه هيدا الشهر شهر الجراتيني، شهر البرد، بدنا شيء يدفينا، فهيدا الطبق من الشغلات اللي رح تحبوه. نرجع بعد شوي. المرحلة الأخيرة من التحضيرات يلي كمان تتليها مرحلة التقديم، هي مرحلة جدا مهمة عند الشيف طارق. رح ننتقل لعنده بآخر محطة من عالم الصباح لليوم مع رشيد ملح. عن جديد صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا مع أنه البات ما بدهم تقديم مثل ما هن، صح، حطي ويلا قد ما هن طيبين. بس هلا اول وحده لحتى نبلش باللي جينا نعمله، في عندي الباستا بولوني او السوجو على بولونيزا خلصت. اللي عاده بعمله انا بحب انه احطها بالمقلي قبل ما اقدمها البولونيز. في ناس بحبوا يحطوها فوق الباستا دغري، انا بحب انه الباستا تكون مقلبه فيها. تشربها منيح. اوكي اوكي، هلا هيدي اول وحده. بتنشف هيك كثير؟ لا يعني اكيد مش كثير، بس كل المقلي حاميه. هيدي اول وحده خلصت، هلا بنقدمها بعد شوي لانه بدنا نعمل شغله ثانيه بالباستا. تمام. هلا بالباستا صار اكيد الصوص بولونيز اللي نحن عنا اياها، رح اشيل هيدي احطها هون شوي اذا بتريدوا. كلكم شايفين يا شباب؟ يس، كلهم مبين. راح اجيب شوية بندورة، هي بنحطها هون حتى ما تحترق البطاطا اللي بقلب اللي بدنا نحطها بقلبها. وهيدي قلت لكم راح اعمل لكم اياها مش سربريز، يعني مثل ما بقولوا اتس تريت، لانه نحن مش حاطينها على الروسيت على اليوم، اللي على الروسيت اليومي. رح ناخذ البطاطا بقلبنا. هول البطاطا شو عملنا فيهم؟ هول البطاطا حطيناهم مثل اول حلقة، جبنا بطاطا قطعناها كثير صغير وعملناه هون بالفرن بس هيك. ماشي اكثر منك، بس بالفرن مع ملح وبهار واكيد
تعرفوني انا والزيت زيتون قديش صاحبي. اوكي هلا رح نعمل، حطينا شويه سوتيد مشروم كمان بقلبها، وهيدي مثل ما قلت لكم اللي عنده صوص بولونياز بالبيت مثلا عمله وعامل عامل كميه كبيره بيقدر يحط شوية بالفريزر، بعدين مش ضروري كله بولونياز مع باستا او باستا مع ميت، مش ضروري كلها هيدي، فينا نعمل شيء غيره. اللي رح نعمله هلا بنعبيها صوص، رح نعبيها صوص بعدين جبنه فوق البطاطا. صح ويلي. واو يا غادة واو، شو عم تعمل فينا؟ ما بعدنا عم نحكي و... بعد عم تحكي، في عندها 30 كيلو، 3 كيلو بدها تشيله من ال... اذا عم بتشوفوا يعني هالميكس البطاطا مع المشروم مع ال... هيدي باللقمة. يسامحك يا شيف طارق عن جد الله يسامحك. طيب. اليوم يعني شو بدي اعمل؟ رح اذكرك بصلواتي بس انا هلا بدنا نزيد لحتى نزيد الوزن، اصلي نزيد الطيبة لها، بدنا نحط موتزاريلا. ما تبخلوا بالموتزاريلا على هالطبق، ما هي اطيب شيء على الوجه. وفي عندي ناس طب اوكي يا اخي، طب بدي ضعف حالي يا عمي، طيب ضعف حلقه غير وقت يا اخي. مش اليوم. طيب الموزاريلا اذا بتلاحظوا ما خليتها تفوت على الاطراف كلهم حتى ما تلزق، ونحن عم نشيلها تكون سهل علينا نشيل القالب. في شيء بالفرن؟ في اكيد. رح نحط شويه بارميجانو ورح نفوت هيدي على الفرن كمان. في ريحه طيبه بالفرن كثير. ايوه بدنا نشيل بدنا نشيل لنحط. شو عندنا بالفرن هون؟ في شيء مخبط؟ في عندي شغله كمان هون كثير حلوه وكثير مهضومه، رح نخليها بعد شوي، وهيدي رح نحطها بالفرن. هلا الشباب رح يقتلوني ما بعرف. والفرن على الاخير، هي بدها بعد دقيقه بتخلص. يلي هي اللي هي كمان شو عملت هون انا؟ اليوم او امبارح حطينا دجاج، شو كان عندنا؟ لا حاطين ايه مزبوط، حاطين كمان بطاطا بس هالمره عملناها ببرزنتاسيون غير اللي المفروض عملناها لشخص واحد، يعني اذا كان شي واحد زهقان على التلفزيون وحضر فيلمين امبارح. طيب هلا مثل ما شايفين هون الباستا تقديمها بهالشكل هيدا، بتشوف كيف صارت لونها كمان حمرة خجلت. اوكي وبتجي البولونيز فوق منها، هيك بيعملوها عاده بالمطاعم، بس نحن بدنا نكتر البولونيز، نحن لا ما فينا نخليها هيك تروح، بدنا نزيد لحتى تشرب منيح، لحتى نحن نشرب منيح. اوكي بدنا نزيد لها شوي بعد من هون عليها وشوية بارميجانو عليها. طبعا احتراما احنا دائما بنحب انه صحننا يكون نظيف، والباستا ما في قد الباستا بتشطشط وبتشرشر. أكيد. شوفي حطيها بحطيها هون بصير لانه كله مع صوص يعني ما في شيء ثاني، بس كل شيء طيب. اجمالا الشغلات اللي ما بتشطشط او ما بتشرشر مش طيبه. ما بتوفوني رايي؟ كثير هيلثي. كوسه مسلوق، جزر مسلوق، بتلاقي رح نطلعها هلا مثلا، يعني بتشوفيها واقفه قدامك يعني. باستا على بولونيزا او لينجويني على بولونيزا. شوكه لكمال. اوكي رح نحضر لك الشوكه هلا الثاني اللي رح تطلع، وهيدي رح تكون سخنه اجمالا. كمان يعني في عالم بتاكلها بالطريقه هاي، في بتاكلها بالطريقه غيرها، شو بعرف كيف بياكلوها، المهم انه عم بشتغل انا. هلا اكيد اللي بياخذوا الفكره بعدين كل واحد بي هلا هيدي ما تمسكي ايدي اكيد لا. شي واحد يجي يهاجم لهون وي مثلا ويعمل لي شي عرض اب هيدا، بدنا نشيل ال ال هيدي هيدي ستين بورسيون بور اون بيرسون، ونا بورسيوني بور اون بيرسونا، رح نشيلها هلا بالملقط. اوكي. اوكي. هلا هيدي الشغله الوحيده فيها انه هي كلها فاتت على الفرن
ما هيك صار في عنا من هيك ديجا. صار في عندها شوية حريق على جنب ديجا عن جنب، بس نحن بدنا فينا نمسحهم هولي قبل ما تنشف. فوالا بدنا نحط شي مرش؟ أكيد بدنا نرش. كمان بدنا نحط هلا هيدي هون اللي رح أعمله بهيدي مشان مثل ما بيقولوا الشوفروار رح تكون الشغلة، يعني إذا كان الواحد انسلق من الجبنة أو احترق من الجبنة بيقدر يبرد حاله بشوية بندورة أو بومودوريني. زيتون أوكي. أهم شيء بالحياة، ودائما نعمل نحن جرنيتشور عليها بهالطريقة هيدي. هلا هيدي الثانية هول الكوسة محطوط عليهم شيء أو ما عليهم شيء أبدا، فيك تحط عليهم إذا بدك عصرة حامض أو شوية زيت زيتون، لأنه هيدي اتس فيري هيلثي. كل شيء عملناه اليوم هيلثي فعلا، هيلثي ما استعملنا إلا الفرن، حرام على الفرن. شوي خليك أنت تقربها لهون لأنه أكيد مشان الضغط. إيه أنا بقربها بليز. عم تغلي هيدي نوميرو دو. اوكي مشاهدينا، انا بتامل انكم تكونوا عم بتحبوا هاي الشغلات اللي عم نقدمها نحن بدون روسات، وتكونوا عم بتتابعوني. انا بحب هيك شغلات اعملها، مش ضروري كل واحد دائما يمشي على الروسات دائما، ما عليه اذا الواحد انبسط له شوي. الصينيه المخبيه عم بت الصينيه المخبيه عم بتعيط لنا. عم بتعيط لنا بالضبط. الصينيه المخبيه اللي فيها دجاج. اوكي الدجاج شو عملناه؟ شو حطينا له؟ شو قلنا له؟ الدجاج مثل ما قلنا اول شيء عملنا له سيرينج او حطيناه بمقلي سخنه سخنه كثير، ورجعنا غطيناه مع البندوره ومع الزيتون ومع الكابر ومع البصل ومع يعني كل الحديث اللي حكيناه اليوم نحن من على بكره. شو طلع معك؟ طلع معك طلع معي هيدي، بس انتوا بتسكروا عم تحكوا وحده بدها تقطب لي التمون للزبونات، يعني كيف بدنا نعيش نحن؟ شو بتقطبوا لهم تمون؟ ما هيك معقوله؟ لا بناكل، كله بده ياكل، ما في حدا يقعد بلا اكل. طيب هيدي كمان هي بيقدموها بمناطق يعني بتقدموها تليان على الطاوله مثل ما هي، بيجيبوا الصحن بحطوه، طريقة الصبة تبعولها بتكون هيك. هالقد بيكون فيها صوص يعني رح نصب شوية باستا بقلب الصحن، رح ناخد صدر الدجاج أو صدرين حسب، بس أنا بس بدي أقول لكم كيف طريقة حسب كمية الجوع. حسب كمية الجوع طبعا، أنا باكل نص صدر بس قصدي بخلي نص صدر. رح ناخد ملعقة صغيرة بس للسكر، وهيدي مثل ما شايفينها مش معقده الصوص. ما هذا اللي عم بسأل انه هلا كثير خفيفه كثير خفيفه. أوكي. يعني هيدي ما فيها كالوري وايز مثل ما شايفين الصوص كيف عم تروح وبتجي، انا باكلها هيك. ليش؟ لانه خفيفه وما بت ما بد ما بتضايق المعده. اوكي دان. بس هلا انا بحط عليها شويه ليقدر يزلقها الواحد. بدك تحطي بارميجانو؟ ما في، مش معقول يعني. لا هلا هي يعني هيدي هون صار في كذا شغله، انه الزيتون والهيدا انه اكيد في ملح وبهار والى اخره. اكيد الملح ما حطينا لانه الزيتون مالح وما بدي ملح كثير الطبخات. دان. اوكي اوكي كان عندنا شغله واحده واخيره بال هلا في عندنا واحده واخيره، هيدي الوحده والاخيره هيدي رح تشوف كيف بدنا. هيدي الوحده والاخيره بدها شويه وقت بعد، بس نحن معنا دقيقه، نحن معنا دقيقه ورح نبلش ناكل. معنا دقيقة والوضع صعب. هيدي بدها بعد نص دقيقة ومنطلعها إذا الله راد. اوكي بهالوقت هيدا بس بدي آخذ بلشنا نحضر. بعرف معنا دقيقة مشاهدينا، أنا بدي أكون السباق إنه أقول شو صار لي جمعة ما شفتكم، عن جد اشتقت لكم وين ما كنتوا تكونوا ومين ما كنتوا تكونوا. أنا التنين الجاي إن شاء الله برجع بالتلياني كمان، وراح يكون في أطباق كمان. ما رح نشوفك كل هالاسبوع يعني، هلا بدنا نرتاح بتعرفي. يعطيكم الف عافيه. هلا وقت بعرف في عندنا، في عندنا كثير في طلبات وفي وقت طلبات وطلبيات طلبيات. الصوص بولونيز مثل ما انت رح تصبها هلا بصحن مثل ما هو. يلا اخر شيء انت وعم بتصبها وتقدمها شيف طارق، ميرسي لك. ميرسي افو.
انت وعم تكتب انا بدي ودي على المشاهدين طبعا بكره عالم صباح ابتداء من الساعه 10 بتوقيت بيروت رح نحطها كلها سوا رح نحطها كلها سوا لحتى يعني هيدي بس تكون الام بايطاليا عم تحضر عم بتحضر كي بريبارا لا فيستا اخر شيء بتعمل لهم بس تخلص وتحط الصوص كله فوق بعضها وبتكون خلصت بترجع بتاخذي شويه بارميجان وبتحطيهم فوق منها بدنا معالق تنحرك بتعمل لهم بس نحن هيك وخلص عالم الصباح خلص عالم الصباح بلنا بعد هلا بنشيل تحت الهواء رح نشيل الطبق ونفرجيكم عليه كمان ما راح اخليكم تروحوا هيك خلينا نشوفه بس على السريع بثانيه واحده اخيره لان صرت مودعه ثلاث مرات وهذا صار وكلهم بدهم يشوفوا شو في بحط بالفرن شو اسمه عم بيجينا اتصالات نحن عم نقول العالم لا يا عمي لا ما تروحوا خليكم طب. عظيم يعطيك الف عافيه هلا هذا رح نشيله ورح نحطه ب ما بعرف اذا رح فيه اعملها هيك بعده كثير سخن خلينا نحن نودع المشاهدين هالمره عن جد باي تشاو